ايه زي كذا صرفها ما قلت الثانيه هذا الحركه القديمه ذي. ابو حاتم عطنا انت والله وش تبون انتم؟ تبون قصيده شيله روايه اللي ودكم؟ لا نحصل روايه هسه روايه ابشر. هذا الله يسلمك يا ابو عبد المحسن، انت والاخوان والمشاهدين. نعم ناس عائله الصوت ثرية. اقول عائله ثريه من الشام. اي طبعا في وقت يوم كانوا على الركايب وكانوا على المطايع، ما كان فيه لا سيارات في العهد، بس هالمره ما في حنشل يعني. نعم اسلم. فكانوا بيحجون من الشام، واحتاج لهم لرجل يعني يخدمهم في الطعام، يخدمهم في القهوة والشاهي، فبحثوا عنه فوجدوه، فقالوا ترى ذلولك جاهزة وخروجها عليها وكل شيء، والممشى مثل ما تقول الأسبوع القادم يوم الخميس نتحرك. يوم جاء يوم الخميس ولينهم جاهزين وانطلقوا. والله على تبوك، طبعا مرورهم بتبوك على المدينة على مكة، يوم وصلوا مكة قالوا نبي تدورنا بيت. نعم بحث لهم عن بيت، طبعا ما فيه ذاك البيوت اللي يعني كلها شعبية وكلها طين، وهذا حتى البلاط من الطين، الأرضية من الطين، ولا كان فيه ذاك القز ومدري إيش واسطوانة، لا 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 ما فيه إلا حطب. وكان في أقصى البيت غرفة فيها فتحة في السقف عشان يوم يشب الدخان يطلع من الفتحة دي. فمكثوا في البيت هذا حتى قبل رحيلهم بيوم جاب الهاون اللي هو مثل ما تقول النجر، فقعد يدق القهوة اللي فيها صوت رنين تحت الهاون هذا، فقام وطق المكان هذا وفتحه الا ذيك الصره جنيهات ذهب. سلام. فصر في نفسه انه ما يعلم احد، خذ الصره وحطها في الخرج على ذلوله وسكت. مشوا لعلهم راجعين على طريقهم للمدينه، ويوم اقبلوا على تبوك قالوا بنمسي الليله. الآن تقريبا قبل المغرب بساعة أمرحوا، يوم أمرحوا لا والله لا يعني حين نزولهم ونزل عن راحلته وهي تنطلق انحاشت وتركض ركض يا ولد يا وفيها الذهب وفيها الصرة فيها الصرة اطرد وراها يبيها اللي راحت حال بينه وبينها السراب. قال لي حيل الله قول انه يتشمت وهذا. قال وش فيك؟ قال انا جايبن العاب لاطفالي وهذا وفي الرحم. قال بسيط الحمد لله، الذلول بنعطيك ذلول ولي جينا الشام والالعاب تعوض ولي جينا الشام هناك، بس ما دروا اللي فيها الصره. فراحوا رجعوا لاهلهم سالمين، ومن السنه الثانيه اللي ورا ذيك العائله الثريه قالوا نبي من يخدمنا. انشدوا وقالوا فيه فلان من الناس العام رايح مع العائله الفلانيه، وصراحه يشهد له بالخير يذنون عليه خير والذرابه وكل شيء. هو راعي الذلول. قالوا راحت الذلول. اي هو راعيها يبونه يشتغل عندهم. ها؟ راعيها اللي يبونه يشتغل عندهم. اي السنه الثانيه. اي والله وجهزوا له بعد ذلوله وكل شيء وراح معهم وانطلق معهم. يوم جو المكان الموقع ذا اللي امرحوا فيه ذيك الليله، قال انا بروح اتجسس لعل وعسى. والله هو يمشي خذعه حول كيلوين وثلاثه ويطل في ذيك البير، الا والله ذلوله واقعت في البير وميته. والله يحاول يجيب له حبل ويربطه في ذيك الشجره وينزل عند البير وينزل. خذ الصره الباقي ما عليه منها، خذ الصره وجابها وحطها. لقاها زين. لقاها وحطها في ذلولها الجديده وراح معهم. المهم مروا المدينه وزاروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مكه. قال
باخذ لكم البيت اللي خليته للربع العام وبيت وسيع ويصلح لكم. والله يروح البيت اللي خذاه العام ويسكنون فيه. قال انا ما طبخي جاهز ابد، ابي احط اغراضي فيه وكل شيء. قام وحط السره وين؟ في نفس المكان، في نفس المكان، ودمدمها وخلاها، حط عليها العفش وحط عليها هذا. والله قبل لا يخلصون بيوم الا والله ذاك الهندي، السلام عليكم. عليكم السلام، وش عندك؟ قال والله انا قبل 3 سنوات حطيت صره، دفنت لي صره هنا ونسيتها ورحت للهند، ويوم عاد وصل في نص الطريق ما عاد مداني يرجع، قلت بعد 3 سنوات ان شاء الله. قالوا طيب غريبه يعني ما ضاعت ولا لا ما علموا. قال المهم جاء لين مر في موقعها وطلعها، قال سبحان الله العظيم يعني 3 سنوات. قال ايه انا كل سنه اطلع حقها ازكيها ولا سنه خليت حق، وادري وعندي توكل على الله ان الله ما يضيعها بما اني ازكيها سنويا. قال ما تعلم انها وصلت الى حد الشام ورجعت لك. اي والله رجعت ثانيه. يعني هذه عجيب، هذه يعني تنبيه لاهل الاموال اللي بعضهم ما يزكي امواله. اذكر يعني اذكر قصه يعني قصيره مرادفه للقصه ذي. يعني واحد من تجار عفيف ولده تخرج دكتور وعينوه في الشميسي ب 18,000. قال تعال يا ولدي امسك المحلات وامسك هذا. قال ابشر، الولد في خير ومتدين. والله هو يوم احصل الزكاه اللي هي 2,000,000. قال يا ابوي لا، ليش 2,000,000؟ متعود 25,000 30,000. قال لا يا ولدي 25,000 وبركه. قال يا ابوي هذا حق الله في مالك 2,000,000، انت بيطلعها جلست عندك، من بيطلعها؟ لا والله برجع للشميس وافتك من ايوه. قال لا يا ولدي خلاص طلعها ولا تعلمني مره. المهم والله يا ابو ويوم طلع الزكاه كامله وسبحان الله العظيم وتنمو ينمو المحلات والفلوس وهذا، غاروا منها اخوانه وخواته. قال عطهم عطهم حقهم، خل حقي انا وحقك انت يبقى، وطلع الزكاه وطلع كل شيء. صاروا بدل مو 18 اعطاه 20,000. يا سلام، اي زاد. وسبحان الله العظيم وصارت يعني افتح الله عليه افتح الله عليه. فانا اقول بعض الناس سلم يعني عادي. انا اقول بعض الناس اللي ما يخرجون الزكاه، اقول اتق الله سبحانه وتعالى واخرج زكاة اموالك. نعم والله ان الله يبارك فيها. يبارك اي والله يبارك. والله ابو حاتم يبارك فيك. لازم تطيح شيء انت، ما تخلي ما تخلي حوسك. احنا ممكن قلنا ممكن عشان في جنبك هنا وطلع بعد. ابو عبد المحسن معليش بقولها ما اقدر اسمع. ايه جايب له ابو عبد المحسن خاص علشان ما يطيح. وفي السياره يركب فيه لين وصلنا هنا. ويضبطه وقال له كذا ويشرح له وشلون وشلون. واخر شيء ما له فايده طيح ذي. هذا الكلام بتقوله يا ابو حاتم. انا يعني خليني باخذ الموضوع من جانب اخر. نعم. ان يستشعر الانسان حق الله عز وجل ويخرجه بنفس طيبه. ايوه هذا هو اللي واصل مرحله جميله في البذل مع الله عز وجل. الله. ليه؟ نعم. لان الزكاه الله عز وجل حينما فرضها حينما فرضها فرض، يعني مو على كيفك. عندك اموال وصلت حد الزكاه لابد ان تخرج زكاه المال. نعم. حتى زكاه الاخرى في الذهب و تكرمون الانعام وغيرها وغيرها. فاللي يستشعر انني لما اخرج هذا المال وما في طبعا 2.5% ما اعتقد انها مبلغ كبير. نعم. لكن الشيطان يجعلها كبير، يجعلها كبير المبلغ. اي نعم. فاللي يستشعر انه قاعد يطلع المال ويدرك ان الله عز وجل سيرضى عنه بسبب هذا الفعل ويبارك له ويعوض
ويبارك له ويزكيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هي تزكية، هي تطهير للمال. أنا أقول العقلية اللي وصلت إلى هذه المرحلة من الترتيب هذه العقلية الجميلة. هذه العقلية اللي وصلت لمرحلة جميلة مع الله عز وجل. صحيح. لذلك لما تبذل المال لا تبذله وأنت تقول يو والله واجد والله ها، لا ابذله وأنت تقول يا الله يا ربي يا الله جعلها خالص لوجهك، يا الله يا ربي تقبلها يا رب. صحيح. خل نفسك منشرحة للشيء هذا حتى لا. في البذل الصدقة خل نفسك منشرحة. ليه؟ تأكد أنك تتعامل مع عظيم. صحيح. كريم، عطاؤه لا ينفد. لا يقف لا ينفد سبحانه وتعالى. لكن فأنا أقول يا جماعة الخير يعني استشعروا أننا نتعامل مع الله عز وجل في مثل هذا. إسلام أبو عبد العزيز، فيه مسألة يا أبو عبد العزيز، يعني بالنسبة للي يطلع الزكاة ما هو على كل حال أنه يعطيها أي أحد. أنا شفت بعيني شايب 500 ريال يعطيها واحدا عند مسجد، وذا المسجد ده يمشي بعكاز بعد ساعة طلع يمشي ما عليه ما عنده أي مشكلة. طيب معليش يقول يوم سألت بعدين قال هذه زكاته. زكاته صعبة يا أخي، يا هلا صعبة الزكاة. لا صعبة. فلذلك صعب. فيه ناس أنا أعرف واحد يزكي ملايين والله إنه حريص على أنها تطلع لهلا، لازم ألا تطلع لهلا. فحياك الله يا دكتور. أقول الله يجزاك خير. الله يحفظك يا أسلم. لكن استغرب من الواحد عنده 50 مليون وطلع زكاة مثلا 700 ألف. كم الزكاة 50 مليون؟ 50 المليون فيها 225 ألف. أي العشرة ملايين فيها 100 ألف، فيها 250 ألف. الله يجزاك خير. العشرة ملايين ايه؟ 250 ألف. إذا كان عنده 50 مليون طلع 750 ألف. طيب يناظر هال 750 ألف وإنها كثيرة، ولا يناظر 50 مليون اللي الله عطاه 50 مليون؟ والله ما أعطيك 50 مليون لما والله طلعها. تهجني بزكي أبو والله ما أدري والله عنه والله طلعها. يبي يجحد يبي يقول. تدري شو بيسوي الحسيني؟ الحسيني طال عمرك لا جاء قبل الزكاة بفترة حولها في حساب زوجته ولا في حساب واحد من العيال وقال رجعها عقب عشان تصير مهيب كاملة عنده. ما لا والله والله لا حولها الزكاة حولها. آمين. آمين. الله يجعل رصيدك 200 مليون. اللهم آمين. يجعلك من يزكون. آمين. أخاف يطير من المجلس. والله بنعد نعيد له اللقطة هذه نقول له شفت أذكر يوم ندعي لك الدعوة ذي. حيا الله دكتور. يا مرحبا. يا هلا. يا مسهلا. يا هلا. منورنا يا حبيبي. والله كيف حالك؟ كله منور فيكم. لب عينك. ما شاء الله.